لو احنا هنتكلم عن القسيس لويز مش هنديله حقه، لان اعماله وحياته كانت فوق الوصف، فهو كان قديس من قديسي هذا العصر. هو جه كنيستنا سنة 73، وزي ما كانت سنة 73 سنة فارقة في حياة وتاريخ مصر، كانت هذه السنة أيضا فارقة في تاريخ كنيسة نهضة القداسة في الحفظية. أنا مش هقدر أتكلم عن كل أعماله، هيعوزنا الوقت، لكن أنا أقدر أقول بعض الأشياء الصغيرة من أعماله. هبدأ بقول أقارن حال الكنيسة لما جه القسيس لويز وحالها لما سابها. بنقدر من هذا الوصف نحدد قد إيه كان أبونا لويز إنسان رائع وعظيم. سنة 73 لما جه كانت الكنيسة في حارة، ومساحة الكنيسة 68 متر، ومبنية عبارة عن حيطان وعمودين خشب في النص، والسقف متغطي بألواح خشبية، وفوق السقف كانت في أوضتين متواضعتين بيقعد الراعي يسكن فيهم. كان حالة يعني تحت الفقر زي ما بيقولوا كده. لكن عندما ساب الكنيسة القسيس لويز سابها في مبنى جديد مساحته 300 متر وعبارة عن 7 أدوار. الدور الأولاني فيه دار طبية اسمه دار النهضة الطبي، والدور الأول بعد الأرضي في قاعة الكنيسة بارتفاع سقف 5 متر، والدور الثاني في سكن الراعي ومكتب الراعي، والدور الثالث في دار لرعاية الخدام المتقاعدين، دار مجانية نحط فيها الراعي المتقاعد يأكل ويشرب هو وعيلته ويعيش ببلاش. وفي الدور الرابع في والخامس كمان في دار رعاية للمسنين بأسعار رمزية. وفي الدور الأخير في دار اسمها دار الملائكة لرعاية المعاقين ذهنيا من الأطفال. وبعد كده فوق في السطح في نادي معمول نادي كويس لأولاد مدارس أحد والشباب، فيها ترابيزة بينج وترابيزة بلياردو وكانتين ومقاعد تصلح لعمل اجتماع صيفي فوق سطح الكنيسة. ده بالنسبة لحجم الكنيسة من 68 متر ل 300 متر، من دور وعليه اوضتين فوق السطح مبني بالخشب الى مبنى من 7 ادوار اعلى مبنى في المنطقة. كمان نقدر نفتكر للقسيس لويز حاجات كتيرة، منها انه كان انسان امين جدا على مال الرب، ما يحبش يحط قرش من صندوق الكنيسة او من مال الكنيسة في حاجة شخصية. يعني مرة افتكر انه كان نزل يشتري للكنيسة شوية حاجات كده من وسط البلد، والحاجات دي كانت كتيرة واتحطت في كرتونة كبيرة وكانت محتاجة تاكس عشان يرجع بيها من وسط البلد للكنيسة، لكنه مرضيش يطلع من فلوس الكنيسة يجري التاكس، وفضل يركب اتوبيس ويشيل الكرتونة على كتفه علشان ما يدفعش غير شيلين او يعني 5 قروش بدل ما يدفع 6 7 جنيه للتاكس من مال الكنيسة. وهو نازل من الاتوبيس لما قرب يوصل للكنيسة وينزل من الاتوبيس وقع بالكرتونة ورجله اتكسرت. فاحنا لما سمعنا الخبر ده ورحنا بنعاتبه ونقول له يا ابونا انت دي عشان توفر 5 6 جنيه للكنيسة تكسر رجلك؟ قال لنا ايه، ان رجلي دي بتاعتي وانا حر فيها، لكن مال الرب انا مش حر فيه، انا مال الرب عندي اغلى من رجلي. وده نموذج من حياته، انه كان بيضحي بنفسه مقابل الحفاظ على الكنيسة وعلى مال الكنيسة. كان انسان امين، والانسان الامين من يجده زي ما بيقول كاتب الامثال، نادرا لما بنلاقي انسان بهذه الامانة. حاجات كتيرة ابونا في حياته قدمها للكنيسة، واحنا كلنا اللي موجودين في الكنيسة حاليا اولاده في الايمان، فهو قاعد معانا يرعى الكنيسة 44 سنة، ما شفناش منه غلطة ولا مسكنا عليه اي تصرف خاطئ. كان بتملي بيضحي بنفسه وبيضحي باوقاته واوقات اسرته من اجل الخدمة.
عايز اقول ان حتى لما كنا نعمل رحله في مدرسه احد او في الكنيسه كان المفروض يعني او متعودين ان الراعي يطلع ببلاش، لكن هو كان يرفض هذا، كان يدفع زيه زي الغريب اشتراكه في الرحله، لانه يقول انا خادم للرب وكل ما املكه للرب، وليس لي حريه في اني اخذ لنفسي قرش من فلوس الكنيسه. ده حتى ما كانت تجيله تبرعات خاصه كان بيقوم بتقديمها للكنيسه، وكان يرفض ان ياخذ تقدمات خاصه ليه. يقول لك احنا وهبنا حياتنا للرب، واحنا كلنا للرب، وكل اللي يجي للرب. هذا هو ابونا لويس، انسان امين يندر وجود مثله في هذه الايام. كل عزانا انه هو الان يتمتع مع سيده، لانه كان مثل سيده يجول ويصنع خيرا. نعم ابونا لويس هنفتقده وهيوحشنا كتير، لكن لنا امل ان نلتقي معه حول عرش المجيد الحبيب. سلام.